عن المشكلة الحالية التي يمر بها العراق، يتطلب منا أن نعود لجذور هذه المشكلة البنيوية التي تأسست في العراق الحديث بعد سقوط النظام البائد وشكل الحكم وملامح الحكم الذي حكم الدولة والذي نمر به الآن والذي نعيش تحت مظلته، هذا القانون والدستور والعمل النيابي والتجربة الحزبية، كلها عناوين يجب الوقوف عندها والتحدث عن تراكماتها وعن سلبياتها وإيجابياتها. رويدا، المشكلة عزيزتي عن كل هذه التراكمات التي أشرت لها و أو يعني أوجزت لها تكمن في إدارة البلد وعدم فهم العمل السياسي والعمل الحزبي، وكذلك إدارة البلد بصورة خاطئة، بصورة غير صحيحة وصورة غير منطقية. بدأت المشكلة يعني صراحة عند الدستور. هسه مرات كثيرة في مواطن متعددة أنا أدافع عن الدستور بشكله، ما فيه من قوانين، ما فيه من أبواب حريات، فيه ميزات، فيه إيجابيات، فيه أشياء جيدة، يعني لا توجد في دساتير المنطقة، وما أقول هذه الكلمة جزافا، لا أقولها عن معرفة، يعني في الدستور الحالي الذي نعيش تحت مظلته. لكن سوء استخدام القوى السياسية لهذا الدستور أو إنشاء ما عدم يسمى، تطبيق فقرات هذا الدستور. هذه القوى السياسية إنشاءها لما يسمى بالعرف السياسي قبال المظلة الدستورية والسير تحت مظلة العرف السياسي الذي أسست هذه القوى السياسية هذا العرف لنفسها وانتهجته شريعة في كثير من المواقف، تارة في الحكومات، تارة في العمل البرلماني، تارة في التقسيم الوزاري إلى آخره. تتحدث أن الدستور ما به مشكلة، لكن بعض الأحزاب والشخصيات السياسية أشكلت على الدستور أن هناك فقرات يجب كان المفروض تكون موجودة بالدستور، يعني وكان هناك اعتراضات، والبعض تحدث أنه هذا الدستور ربما كده في وقت كان هذا الوقت البلد محتل، هذا مو كلامي يعني بعض الشخصيات السياسية. فإذا تتحدث أنه الدستور مالنا من أفضل الدساتير اللي موجودة حاليا، شنو الإشكاليات؟ ليش ما يطبق؟ يعني هل إحنا نعتمد على كتل وأحزاب سياسية تتحكم بمقدرات الدولة وحاطة الدستور عرف كل شيء ما تسوي، يوم اللي يصير الدستور من مصلحتها تتحدث بالدستور، ويوم اللي يصير العرف السياسي ينترك الدستور على الرف؟ هي المشكلة الأساسية التي تكررها القوى السياسية، المشكلة الأساسية هو التبعيض في استخدام القوانين الدستورية. تارة عد ما تحتاج إلى الدستور وإلى القانون ترفع مظلة الدستور ومظلة القانون وتنادي به عاليا وتصدر نفسها على أنها حامية للدستور، تارة عندما لا يكون الدستور بمصلحتها وعندما لا يقف إلى جانبها في القضايا التي تتبناها تلتجئ إلى العرف السياسي ولوي القوانين وإلى آخره. إحنا حكينا عن جنبة جيدة في الدستور هي جنبة الباب الحريات وإلى آخره، لكن هناك لا يعني لا إثبات شيء لا ينفي ما عداه، لا ننفي أن هناك جوانب في الدستور فيها مشكلات، وأخونا السيد جاسم متخصص بالقانون. القوانين المطاطة التي ممكن أن تلتوي وتذهب، يعني بعض المواد الدستورية التي ممكن أن تلتوي بمواقف معينة تأخذها.